بسم الله الرحمن الرحيم. إني لا أستحي اليوم من شهدائنا الأبرار ومن جرح الثورة ومن كل ما ساهم في إسقاط منظومة الفساد والاستبداد. إني لا أستحي أن نجتمع اليوم لنناقش تعيين الشادي العياري محافظا للبنك المركزي، وأن نجلس معه تحت هذه القبة وقد حررها وطهرها شرفاء تونس وأحرارها. وأني لا أستنكر على حكومة شرعية، حكومة ثورة ألا تجد إلا هذا الشخص لتصطفيه من بين كل كفاءات تونس وكل خبراتها محافظا لبنكنا المركزي. ماذا عساني أقول؟ الشادي العياري هو اختيار السيد مصطفى بن جعفر بموافقة السيد حماد الجبالي وبتزكية السيد المنصف المرزوقي، إجماع بين الرئاسات الثلاث على شخصية هذا الرجل الفذة وعلى خصاله نادرة الوجود. ولعل ذلك ما شفع له عندهم بأنه من أزلام النظام السابق وأنه جندي وفي لبن علي. أم أن ذلك يدخل في إطار ما نراه ولا نفهمه؟ خطاب قوي من الحكومة حول فلول وأزلام النظام السابق ممثلي الثورة المضادة، وفي الآن ذاته الاستعانة بهم وتعيينهم في أسمى الوظائف. وحتى لا يكون كلامي مجرد خطبة عصماء، لعلي أذكركم ببعض الأمثلة حتى لا تكون الذاكرة الجماعية قصيرة. عمر نصايري مدير ديوان رئيس الحكومة حماد جبالي كان سابقا عضو اللجنة المركزية للتجمع، المنحل والي سوسة سابقا ومدير شركة الإسمنت بسوسة، لحبيب الصيد وزير مستشار لدى رئيس الحكومة السيد حماد جبالي كان سابقا قيادي بالتجمع المنحل ومدير ديوان وزير الداخلية عبد الله القلال، طارق البحري مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة تجمعي خالص كما وصفت بن علي، وقيد عين مدير للشركة الوطنية للإقامات بالتوصية منها، المنشي عايب مدير الموارد البشرية بوزارة التخطيط مدير سابق صندوق 26 والقائمة طويلة يا سادتي. فهل أن اقتراح الشادي العياري على رأس البنك المركزي يأتي في نفس إطار سكوك الغفران التي تمنح لبعض رموز النظام البائد؟ يمكن للسيد مصطفى بن جعفر توضيح ذلك باعتباره من اقترحه. من هو الشادي العياري مرشح ترايك البنك المركزي؟ السن 79 سنة، أي أنه من نفس الأرشيف الذي رفضته أحزاب الترايكا ذات يوم وتهكموا عليه أي تهكم، وكأنه لا كفاءة بتونس اليوم إلا من ذاك الأرشيف. الشادي العياري من المدافعين عن قانون تخوين المعارضين لبن علي، ويسرني أن أذكرك يا من تريد أن تكون على رأس السياسة النقدية والمالية لتونس الثورة أنك وفي الدورة الحادية العادية الخامسة لمجلس المستشارين باعتبارك تحظى بثقة المخلوع مما جعله يعينك عضوا به سنة 2009-2010، وخلال الجلسة 19 يوم الثلاثاء 22 جوان 2010 والمداخل عدد 1 الموجودة في الصفحة 959 قد دفعت وأيدت مشروع القانون متعلق بتخوين معارضي بن علي حماية كما زعمت لأمن اقتصاد البلاد من التخريب، وأنك قد مجدت الحراك الديمقراطي الذي تعيشه البلاد آنذاك، وأكدت على ضرورة حمايتي من هؤلاء الخونة. الخونة هم من تتمسح اليوم على أعتابهم لتكون محافظا للبنك المركزي. الشادي العياري مؤلف كتاب طموح وإنجاز يمجد فيه المخلوع وسياسته، وهو مناشد لبن علي للترشح سنة 2014، بل مناشد النرعيل الأول ومقابل مناشدته ومحاضراته العديدة التي كان يبارك فيها إنجازات فخامته وسياسته الرائدة ونظرته الاستشرافية. حصل على يد فخامته على أعلى الأوسمة والتكريمات، سأكتفي بذكر الصنف الأول من وسام 7 نوفمبر بمناسبة الذكرى 22 للتحول. الشادي العياري وزير فاشل في عهد بورقيبة، وقد طرد من السودان بعد فضيحة فساد نهاية الثمانينات وانهكت فيها الخارجية التونسية لإخراجه من السودان. الشادي العياري مرشح النهضة والتكتل والمؤتمر لمنصب محافظ البنك المركزي بعد أن شنفت أذاننا بدروس ومحاضرات حول أزلام النظام السابق وفلول التجمع خلال مناقشة إقالة مصطفى كمال النابلي. إلى أين تسيرون بنا؟ إلى أين تسيرون بنا؟ حركة وفاء وكتلتها المجلسية الوفاء للثورة تعتبر أن تعيين الشادي العياري، اقتراح تعيينه، التصويت لتعيينه هو خيانة للثورة وخيانة لدماء الشهداء، وعلى الترويكا رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية ورئاسة مجلس أن تكون أكثر جدية وأكثر مسؤولية وأكثر وفاء للثورة ولأهدافها، وأن تتوقف عن التلاعب بمؤسسات الدولة، وأن تتوقف عن الاستخفاف بنا وبهذا الشعب الأبي. فلتونس رجال وللثورة حراس، وشكراً.